السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الحين حبايبي ياسين ننزل الموارد الكيميائية اللي بنستعملها ويا الطين اللي بنحطه في الحاويات الكيميائية. وبراويكم إن شاء الله كيف نخلط المواد إلى الموارد الكيميائية بالتربة. بنوافيكم إن شاء الله على المقادير. يعطيكم العافية. السلام عليكم حبايبي، مرحبا بكم. لازلنا في عملية تنزيل الموارد الكيميائية في نفس المكان، وحبيت أشارككم ولأراويكم اليوم أخطر مادة من الموارد اللي نستعملها، ألا وهو صوديوم سيانايد سوليد. طبعا مثل ما تشوفون هاي المادة أخطر مادة من الموارد اللي نستعملهم في نفس المكان، لدرجة أن الطير يوم يمر فوق الحاويات الكيميائية بعد الخلط لازم يطيح في نفس المكان، وهذا للعلم. تتفاعل هاي المادة وايد مع التربة لتنزيل الذهب من التربة في نفس المكان لبيت الكربون، من ثم الكربون يمسك الذهب اللي موجود، وهذا للعلم. السلام عليكم حبايبي، حياكم الله. مثل ما تشوفون تفريغ الموارد الكيميائية زائد المياه تخرج هني بدون الذهب، والذهب يكون عالق في الكربون، وهني يتم عملية الضخ بالمحرك هذا لين التناكر أساس الفكرة تكون أوضح. وهذا المكان اللي يخلطون فيه المواد الكيميائية، وفي نفس الوقت مكان التوزيع حق الخزانات اللي فوق على اساس يرجعون الماي اللي يطلع من هني بالانابيب التحتيه لكل خزان، وهذا للعلم. هني الماي يطلع خالي من غير الذهب، بس الماي والمواد الكيميائيه. امل انكم استفدتوا.